ولمتابعة التطورات مشاهدينا في شمال شرق سوريا، تنضم إلينا شبكة مراسلينا من القمشلي ناز السيد، ومن دمشق عبر سكايب محمد طوالبة، ومن اسطنبول علام صبيحات، ومن لوكسمبورغ سلام عطا الله. صباح الخير زملائي، وأبدأ معك ناز. الأمور تطورت، الأوضاع الميدانية الآن طبقا لآخر المستجدات السياسية واتفاق الأكراد مع الحكومة السورية، ما الذي تغير الآن على الأرض ناز؟ أين ينتشر الجيش السوري؟ طبعا الاتفاق بين الحكومة في دمشق والإدارة الذاتية الديمقراطية اتفاق عسكري بحت، يعني القوات أو الجيش السوري بدأ بالتحرك باتجاه مدينة الطبقة وانتشر في عدة من النقاط، أيضا توجه إلى مدينة تل تمر، ولا سيما في خطوط التماس مع الفصائل المسلحة والجيش التركي. أيضا الجيش السوري والروسي توجه إلى مدينة منبج، وبالتحديد في خط الساجور، الخط التماس بين مقاتلو مجلس منبج العسكري والجيش التركي وفصائل الدرع. طيب ناز، نحن نتحدث عن أي حجم من المعدات العسكرية هنا للجيش السوري؟ طبعا يعني الجيش السوري كان بكامل عتاده عندما وصل إلى هذه المناطق التي انتشر فيها. طبعا سيتوجه إلى نقاط المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية للوقوف في وجه العدوان التركي على مناطق شرق الفرات. طبعا هذه العملية قد تمتد بعد أن يتم تحرير مناطق شرق الفرات باتجاه إعزاز وجرابلس، وبالتحديد مدينة عفرين لتحريرها من العدوان التركي، والتي كانت قد احتلتها قبل أكثر من عام. طبعا من جهة أخرى، اليوم تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إعادة السيطرة الكاملة على مدينة طل أبيض بعد أن دخلها الجيش التركي. أيضا تمكنت من إعادة السيطرة على عدة أحياء في مدينة رأس العين. الآن تشهد المدينة وبالتحديد منطقة سلوك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي من قبل الجيش التركي على مركز مدينة مركز منطقة سلوك التي تعتبر موقعا استراتيجيا مهما. طبعا الأحداث هنا تتغير بسرعة جدا كما نشاهد، ولكن كما نلاحظ هنا مدينة القامشلي باتت تشهد هدوءا تاما بعد الاتفاق مع الحكومة في دمشق، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة للمدن تربسبية وديريك المالكية الدرباسية. هذه المدن باتت تشبه هدوءا وباتت تعود الحركة الطبيعية تدريجيا. طبعا لا تزال الاجتماع مستمر مع الحكومة في دمشق، حسب اتصالي مع قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أكد بأن الاجتماع لا يزال مستمر لمناقشة الأمور الأخرى، فيما يخص يوقف هذا العدوان بداية. هذه كانت الصورة لديك الآن على الأرض ناز بخصوص الاجتماع الدائر الآن مع الحكومة السورية. دعينا نتعرف على تفاصيله ربما أكثر من محمد طوالبة من دمشق. محمد، يعني تحدثت ناز أنه الاتفاق الآن بين الأكراد والحكومة السورية بدأت تتضح معالمه على الأرض ميدانيا، ما الذي يجري في الكواليس، كواليس الاجتماعات، هل من جديد؟ نعم، كما التي كانت تعقد بين الحكومة السورية والأكراد، والوقود التي كانت تأتي من الشمال السوري إلى دمشق كانت تجري اجتماعات عدة، ويتم الحديث عن النقاط التي من الممكن أن يكون هناك توصل لها والاتفاق عليها بخصوص آلية المعارك والدفاع عن الأراضي السورية في الشمال السوري. ولكن كما لاحظنا في الأيام الماضية لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذا الاتفاق، وترك الأمر لملاحظة نتائج هذه الاتفاق على أرض الواقع. النتائج التي توصلت لها والتي يعني تم الحديث عنها هي اتفاق بين الأكراد والحكومة السورية على السماح لدخول الجيش السوري وتسهيل دخول الجيش السوري والحفاظ على الحدود السورية. يكون حاليا دخول الجيش السوري إلى مناطق حتى في ريف الرقة الشمالي، ومن المتوقع الوصول إلى ريف حلب الشمالي الشرقي. حاليا الجيش السوري موجود في عين عيسى وتل تمر، ومن المتوقع أن يصل لاحقا إلى عين العرب، الوصول إلى منبج. في النهاية هذه العملية أو هذا الاتفاق ودخول محمد، هل عرف إن كان الدخول الجيش السوري سيكون في أماكن محددة بالاتفاق مع الأكراد، أم الاتفاق في المطلق في كل الشمال، الشمال الشرقي السوري؟ لا نتحدث عن الشمال ككافة المساحات، ولكن الأدق هنا أن نقول أن الجيش السوري سينتشر على كامل الحدود الشمالية السورية، إن كان المناطق التي يكون هناك فيها تواجد لمسلحين موجودين على الأراضي السورية، بالإضافة إلى المناطق المحاذية للحدود التركية والتي
يقوم الجيش التركي باحتلال تلك المناطق واستهداف الأراضي السورية من خلالها. الهدف من هذه العملية تحديدا هو ردع المحاولات لاحتلال الأراضي السورية، دخول الجيش التركي إلى تلك المناطق واستعادة كافة المناطق التي تم السيطرة عليها أو تم احتلالها منطقيا. طيب أرجو أن تبقى معنا محمد، سنتحول إلى علام، علام صبيحات من اسطنبول لنتعرف منه كيف تتابع الأوساط التركية كل ما يحدث هناك مستجد ومستجد مهم. علام، الآن الجيش السوري دخل على خط الواجهة مباشرة، هل يخشى من ذلك المتغير في تركيا؟ بالفعل دعينا نبدأ بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي تطرق قبل قليل، قبل نحو نصف ساعة في مؤتمر صحفي في اسطنبول إلى هذا الأمر. قال إن أولا وصف الأمر بأنه حتى الآن إشاعات، عند الحديث عن طبعا خلال الحديث عن ما قيل إن هناك اتفاق بين الوحدات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة والحكومة السورية من جهة ثانية، وصف الأمر بأنه حتى الآن إشاعات. وقال إنه بخصوص كوباني، مدينة كوباني، عين العرب كوباني، قال إنه إشاعات. علام، بينه وبين يعني نرى معدات للجيش السوري دخلت في القرى والمدن على الحدود التركية السورية والرئيس أردوغان يسميها إشاعات. هذا هو الوصف الذي استخدمه إردوغان خلال حديثه في المؤتمر الصحفي. أنا أنقل ولا أتبنى. نعم. فقط يعني أردت أن أوضح ما قلته لمشاهدينا. تفضل علام. بالفعل هو تحدث بهذه الصيغة، قال إنه وصلتهم حتى الآن إشاعات عن اتفاق حدث بين القوات الكردية والقوات الحكومية أو الحكومة السورية، وإنه بخصوص مدينة عين العرب كوباني حتى الآن لا يوجد أي خلاف بينه وبين الجانب الروسي من جهة، وبخصوص مدينة منبج على الجانب الآخر من نهر الفرات قال إنه لا يوجد خلاف مع الجانب الأمريكي، وإن تركيا ماضية في تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأمريكي في ذلك المكان. بمعنى أن تركيا، أن الجيش التركي وما يسمى الجيش السوري الحر يتقدم الآن أو سيتقدم في الساعات القادمة باتجاه مدينة منبج من جهة وباتجاه مدينة عين العرب كوباني من جهة ثانية. قبل دقائق فقط وصلني خبر عاجل مفاده أن الجيش التركي بدأ بالفعل التقدم باتجاه مدينة عين العرب كوباني من أجل السيطرة عليها، كما تمت السيطرة على مدينتي تلابيض ورأس العين، وبالتالي هذا تطور مهم. ويبدو أن الأمور ذاهبة إلى التعقيد وليس إلى الحلحلة، نظرا لأن الحديث الذي تحدث به إردوغان كان من منطلق أنه يصر على السيطرة على تلك المنطقة. تحديدا هنا نتحدث عن عين العرب كوباني التي يتقدم الجيش السوري باتجاهها. هذه هي الصيغة التي تحدث بها الرئيس إردوغان انطلاقا من وهذا تطور مهم علام، أنه بحسب رأيه بأن هناك اتفاق مع الروس تحديدا بخصوص عين العرب كوباني. طيب أرجو أن تبقى معنا علام، سنتحول إلى لوكسمبورغ مع سلامة عطلة. ويعني الاتحاد الأوروبي يبدو أنه يحضر لشيء ما باتجاه العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. سلامة، لا نعلم ما الذي يحضر الآن، هل حظر بيع السلاح أقصد طبعا لتركيا هذا هو جل ما سيناقش اليوم، أم هناك أشياء أخرى على طاولة وزراء الأوروبيين؟ قبل قليل بدأ اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين هنا في لوكسمبورغ، اجتماع مهم جدا في وقت خطير جدا كما قال وزير الخارجية الفرنسي. هناك عدد من الخيارات يدرسها الأوروبيين في التعامل مع هذه العملية، هناك تحضير لإدانة واضحة ودعوة لوقفها على الفور، حتى أن الموضوع موضوع كيف يمكن أن توصف هذه العملية، كما قال وزير خارجية لوكسمبورغ بأن تركيا تقول بأنها تريد أن تهاجم إرهابيين على حدودها ولم يثبت بأن هناك إرهابيين هاجموها من تلك المنطقة. كيف يمكن لتركيا أن تشرد 130 ألف شخص من هذه المنطقة لتحل مكانهم بمهاجرين آخرين؟ إذن كما يقول وزير خارجية لوكسمبورغ، نحن أمام عملية احتلال واضحة ولا يمكن السكوت والصمت أمام هذا الاحتلال التركي وهذه الكارثة الإنسانية المحتملة. فيما يتصل بمنع توريد السلاح إلى
تركيا، هناك دول من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا يعني أقروا بألا يصدروا أي سلاح، ولكن كما يقول وزراء خارجية أوروبيون هنا بأن تركيا لا تستورد سلاحها من هذه الدول، لذلك لابد من العمل على آليات أكثر إرغاما لتركيا كي توقف هذه العملية. هناك ملف آخر خصوصا فيما يتعلق بالمهاجرين، يرفض الأوروبيون أن يتعرضوا لأي ابتزازات تركية فيما يتصل بالتهديد، تهديد الرئيس أردوغان بإرسال 3 ملايين لاجئ إلى أوروبا. هذه بالنسبة للأوروبيين كارثة، ويجب الاستعداد للتعامل مع وجودها إن حدثت. الأساس اليوم أن الأوروبيين يحضرون لموقف جماعي، هناك مواقف أوروبية من دول منفردة، ولكن اجتماع اليوم يحضر لموقف جماعي قد لا يتخذ اليوم ولكن يمكن أن يتخذ خلال القمة الأوروبية التي ستعقد يوم الخميس القادم. سنبقى معك. الأوروبيين غاضبين جدا من تركيا. سنبقى معك سلامة لجس نبض هذا الغضب ومعرفة نتائجه. طبعا سلامة عطلة من لوكسمبورغ، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لعلام صبيحات من اسطنبول ولمحمد طوالبة من دمشق، وأخيرا من القمشلي مع ناز السيد. أشكركم جزيلا زملائي، وسنبقى طبعا على تواصل لمتابعة كل المستجدات أولا بأول.